الخير عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من قلبي الحدث اللي يأتي دائما بعد رمضان وبعد عيد الاستقلال. وبالمناسبة نعود نجدد لكم تحية، نقول لكم صحة عيدكم وصحة عيد الجزائر، وإن شاء الله كل عام والجزائر بخير. إذن اليوم إن شاء الله راح نتناولوا موضوع الصناعة الغذائية في الجزائر والصناعات الغذائية في الجزائر، نتكلموا على صحية الأغذية في الجزائر، ونتكلموا على الواقع والأفاق. وهذا الموضوع هذا ما كانش اللي يقدر يتكلم عليه كما الناس اللي يعني راهم في قلبي الصناعة الغذائية سام، يعني les gens qui sont au cœur de l'industrie alimentaire. وعلى هذا السبب يحضر معايا السيد رضا حشلاف، الرئيس المدير العام لشركة ماما، الشركة هذه اللي يعني كل الطاولات الجزائرية سواء في رمضان أو في غيرها يعني كما يقولوا لي الديكوري ولا الحضور تاعها ضروري في هذه الطاولات. إذن مرحبا بك سي رضا، شرف كبير أنك تسمى تجينا البلاطو. شكرا على الدعوة، شكرا على الضيافة. ويحضر معايا كذلك، مادام نتكلموا على الصناعات الغذائية لازم نتكلموا على الجانب الصحي تاعها، نتكلموا على مدى نجاعتها، نتكلموا هل يعرف المستهلك الجزائري ماذا يستهلك، وهل نستهلك في الجزائر مواد صحية أم عاداتنا الاستهلاكية كما يقولوا راهي كوتي لا بلاك، يعني احنا نظنوا بانه رانا نستهلكوا امور صحيه وفي النهايه رانا نستهلكوا امور غير صحيه. اذا هذا الامر هذا راح يتكلم عليه السيد كريم مسوس، هو اخصائي في التغذيه والحميه ومرشد كذلك لمرضى داء السكري. سي كريم مرحبا بك. يسلمك. الله يسلمك. اذا كذلك شرف كبير انك حضرت معنا في الحصه اليوم. شرفتينا كذلك نكونوا معكم في البلاطو. الله يسلمك. استدير اليوم حابين نتكلموا على الصناعات الغذائيه الجانب الصحي فيها. نعم. اذا كان اذا كان يسمح لي سي كريم سوس مباشره معك سي رضا حشلاف، اليوم انتم في شركه ماما يعني رحتوا الى في الصناعات الغذائيه الى اسمها الجوانب الصحيه، وش هي الاسباب اللي خلاتكم تمشيو في هذه الامور هذه، وخلاتكم مثلا على سبيل المثال باش المشاهد الكريم يعرف انه درتوا يعني كسكس ماما بالقمح الكامل. حقيقه هي شركه ماما راهي تشتغل منذ تقريبا 15 سنه في الميدان هذا، وبعد يعني انها بدات بصناعه المنتوجات العاديه اللي هي الفرينه، السميد، الكسكس، العجائن الغذائيه. فتعرف باللي ان الشركه اللي ما تبتكرش هي شركه اللي ما تنجمش يعني تتقدم. فاحنا شعارنا هو دائما الابتكار، هو اننا دائما كان عندنا يعني خصوصيه اننا اهتمينا كثير بالموارد البشريه، وهي اللي بالكفاءات يعني البشريه اللي قدرنا كما نقولوا غومبلي سي ديفي. فالفكره جاءت يعني منذ تقريبا عام لما اتممنا يعني كل منتوجاتنا مع يعني المدراء تاع الشركه، قلت لهم والمهتمين بالتحويل، قلت لهم يعني الان لازم نروحوا نجيبوا حاجه زايده للمستهلك الجزائري، هو اننا نصيبوا منتوجات يعني جديده اللي تكون صحيه لصحه المستهلك. ما يخفيش عليكم ان في الخارج منذ اعوام نشوفوا بلي الناس رجعت لانها تستهلك يعني مواد اللي يسموها لي برودوي او بلي كومبلي، يعني هما على سبيل المثال العجائن الغذائيه. منين جا هذا يعني باش نرجعوا لا جيناز يعني تاع 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 هذه الماء كما نقولوا المواد، هي لو كان نرجعوا لزمان بكري بالك جدودنا وجداتنا يشفاو باللي بكري باش يرحيوا القمح يرحيوه بالحجره. نعم. ويديروا منه سميد، يعني كان ذاك الوقت السميد يقعد مخلط بنخالته. دونك يتنحي غير القشره الخشينه والقشره الرقيقه تقعد لاصقه، وكان يخرج لها خبز يعني خبز يعني ما يكونش بيض، لان يعني كيفاش نقولوا لا فاسون دو موتور يعني الرحيان كان تقليدي. نعم. في كل الاجناس يعني اوروبيه ولا كلها كانت في نفس النمط.
فالاوروبيين بعد لا ريفولوسيون اندستريال راحوا في التصنيع يعني كي دخلت الماشين دخلوا الماشينات باش جوستومون ولات لا ريفولوسيون دو بان بلون يعني نعملوا خبز بفرينه صافيه بيضاء ولات لا موضه تاع الصافي ولات لا موضه تاع الصافي فولا الفرينه نحو لها كل قشرتها قد ما تبيض قد ما هذيك المليحه ومازالت في الدهنيات تاع الجزائريين تقول لك هذه بيضاء يعني الحاجه الصافيه لكن مع مرور الزمن ف لي نيوتريسيونيست سون روندو كونت فاقوا بلي يا ودي لما صفينا هاد المواد يعني كسوسوا الفرينه ولا السميد رانا تخلينا من 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 اون بارتي يعني مهمه اللي هي القشره اللي هي فيها لي فيبر فهذا يا ينجم بعد يفهموا مليح يعني سي كريم سي كريم سوس لابور دي فيبر كوم اي امبورطون لي فيبر سي الالياف الالياف نعم الالياف فلذلك في الخارج رجعوا ولاو يخدموا درك العجائن بالقمح الكامل يعني عاودوا يرجعوا الالياف في السميد ولا الخبز ولا الخبز بالفرينه الكامله فمن ذلك قلنا علاش حنا في الجزائر ما نروحوش اول منتوج حابين نبداو به هو المنتوج الوطني يعني اللي يستهلك يعني في الجزائر اللي معروفين به هو الكسكس سلطان المائدة الجزائرية بكل جمعة يرافقنا في الافراح في الاقراح في دائما فهذا سلطان المائدة قلنا نبداو به وما كانش شيء سهل لان سي بلو فاسيل دو فير عجائن بالقمح الكامل والكسكس تكنيكمون الكسكس اصعب وما وجو بونس حنا في الجزائر نحن الاوائل اللي نجحنا في هذه حتى في اوروبا ما كاش كسكس بلي كومبلي يعني انتم في كسكس ماما هو الاول اللي دار هذا هو الاول اللي دار الكسكس بالقمح الكامل القمح الصلب الكامل ف بالتالي ابري دي ريشيرش دو كالكو موا خرجنا بهذه النتيجه ونحن جد سعداء يعني باللو ريزولتا اللي خرج اللي نظن لا ديباسي نو زونتوندمون يعني فوزامبيسيون صراحه لما قدم لي من طرف يعني المسؤولين اللي قاموا عليه يعني كنت فريمون جو ماتوندي با ان اوسي بون ريزولتا فاليوم راهي فكره في عند ماما ان اليوم ان شاء الله رايحين بعد الكسكس كسكس ماما القمح الكامل رايحين ان شاء الله للعجائن الغذائيه القمح الكامل ثم رايحين ان شاء الله للفرينه القمح الكامل حتى نعطيو يعني للمستهلك الجزائري منتوجات بالقمح الكامل منتوجات صحيه منتوجات صحيه ان شاء الله طيب سي رضا قبل ما نمشيو يعني الامور اخرى ماذا بيا لو كان سي كريم مسوس يعني يحاول يفهم المشاهد الكريم وش هي الفوائد انك تاكل اليوم مثلا الكسكس كما هذا كسكس ماما بالقمح الكامل يعني ولما نتكلموا على الفوائد ماذا بينا كذلك نتكلموا على المخاطر تاع انك تاكل القمح يعني الكسكس بالقمح الصافي هذا ولا يعني بالفرينه بالقمح الصافي وغيره نعم اذا كما قلت اخي يعني انا ما اظن هي خطوه عملاقه وجود يعني طعام القمح الكامل خطوه عملاقه للامام من اجل يعني اعطاء يعني اختيار المواطن والمستهلك يعني غذاء يعني صحي بهذا المفهوم الواسع ديالو علما بانك نتكلموا على الغذاء الصحي المتوازن للاسف ماشي في بلادنا في جميع دول العالم يشتكوا يعني خبراء التغذيه من سوء التغذيه بين قوسين يعني غذاء غير صحي علما هناك بعض الدول اللي يطلق عليها بالدول يعني العظمى رغم ان هناك يعني صرف بالمليارات دولارات من اجل التوعيه والاجل الوقايه من الامراض عندها علاقه بالغذاء تبقى هذه الدول تعاني من بعض المشاكل الصحيه اهمها السمنه مثل امريكا الشماليه وش هي الامراض هذه امراض السمنه هي يقولوا السمنه يعني يفتحوا باب على مصراعيه الامراض الاخرى الضغط الدموي السكري من النوع الثاني بعض امراض السرطان بعض الامراض القلب والاوعيه الدمويه هذه على عباره عن كما يقولوا يفتحوا باب تاع السمنه كنقول السمنه سما يجي منها امراض كثيره لوبيزيتي نعم المفرطه لهذا في سنوات العشرينات كان هو الإنسان يعتمد على بعض الأغذية غنية بالألياف النباتية من الطبيعة أكيد وينقص من بعد ينقص من مداخل الطاقة عن طريق يعني الاعتدال في تناول الدهون وأهم الدهون كانت الدهون يعني النباتية وأمراض كانت كاينة أكيد ولكن كنشوفوا كان قانون نسبيا بهذه السنوات الماضية يعني فرق كبير وكما قال الأخ بعد يعني دراسات ويعني ثابتة وبعد يعني ملاحظات او كما نقولوا الواقعيه جراء الغذاء الصحي
بعد هناك يعني طفره في ثوره صناعيه ودخول كما نقولوا فاينل بيضاء، والناس تميل حد اليوم للاسف تقول لك كاين شي خبز، خبز ابيض فاينل بيضاء حلوه تجي شابه، ويعرف بلي الفاينل بيضاء هذه اللي خاليه نوعا ما من الالياف، غذاء هو صح غذاء ولكن غير مغذي صح التعبير. انا حاب تقول سي كريم انه راك تقول للمشاهد الكريم تقول للجزائري انه يعني فو با الانسان يتمسك بلا فورم بالشكل اكيد بالشكل ولا اللون ولا كذا على حساب المضمون يعني. نعم اكيد، لهذا كي نتكلموا على الدخول، دخول منتوج يحتوي على القمح الكامل نقدروا نصحوا بعض الاخطاء الغذائيه الانسان منها يقدر تكون عنده هذا الغذاء يصبح كوقايه الكثير من الامراض، ماهوش مدرسه دارانيه اكيد، ولكن عباره عن غذاء يدخل في نمط معيشي اكثر صحي واكثر وقائي لامراض العصر. ناكد على الالف مره كل خبراء التغذيه في العالم ينصوا بان وجود الالياف في الاطباق تاعنا بشكل يومي، ماشي يعني ماشي مره على مره، بشكل يومي يساعد بشكل عجيب وبشكل كبير في الوقايه من امراض العصر. نعاود نكررها، هي السمنه من المنظور الاول، السمنه وهي مرض بعض امراض السرطان، مشكل القلب والرئه الدمويه، مرض السكر نوع ثاني. سي كريم يعني بالمختصر المفيد، نعم. سؤال بسيط، نعم. احنا الجزائريين نعم. نعرفوا ناكلوا ولا ما نعرفوش؟ ما نعرفوش ناكلوا كباقي دول العالم. ناكد علاش ناكد عليها؟ باسكو بعض الناس يقول لك راه جميع ياكل بيان، حتى الملكه ما ياكلش بيان، ولكن رغم ان كان اشهارات وبرامج صحيه مكثفه يبقى الامريكي والاوروبي نفس يعني في نفس المصب، نفس المصب. ولكن يعني ولكن سي كريم على بلدنا اكيد بلدنا ولكن اخف ضرر بين قوسين، اخف ضرر، انا كنا كان تلاقينا مع واحد الاطباء يعني لانه حنا كونسوم يعني بلوز او موا بيو، مازال شويه حركه، مازال الانسان يتحرك شويه. اخترت واحد طبيب كويتي كنت دردشة على الغذاء، قال لي زرت الكويت، قال لي تعجبت نادرا نشوف واحد تسميه في الطريق، هو تعجب وهذا يعني افتخرت به كويتي. نعم افتخرت به، قال لي نادرا نشوف واحد تسميه في الاحياء تاعكم يمشي الجزائر. نعم هذا يعني شيء جميل يعني يوضح بان الحمد لله ما لحقناش المرحله خطيره ما يخص يعني وجود السمنه في بلادنا، ولكن انا نمشوا ليها، انا نمشوا ليها كوقايه من هذه السمنه. إنسان يبقى الكسكس الغني بالألياف يعني اللي فيه القمح الكامل يعتبر غذاء جد وقائي من مشكل السمنة، وعلم بأن الطعام تاع كسكس ماما يعني عبارة عن كسكس يعني وجبة كما قطع الأفراح وتاع كل جمعة ويعني كل مناسبة إلا هناك يعني طبق تاع كسكس. لما لا نصحوا بعض الأخطاء ولا بعض العقليات أن لما لا يعني في عرس الأعراس يطيبوا الطعام تاعهم الكسكس الكامل هكذا، حتى اللي كان مدعوين للعرس اللي كان عنده مشكل سكري ولا عنده مشكل الضغط الدموي ولا كان عنده مشكل تاع الكوليسترول في الدم طالع ولا كان عنده مشكل القمح الدموي ياكل بارتياح، لانه اليوم العرضة اصبحت مشكلة ياكل بارتياح. مثلا كي تحب تعرض واحد هكذا في الفطر يفطر عندك في دارك ولا لازم تجيب نيتريسيونيست ولا ديتيسيان تخاف تحطلو ويطيب تخاف تحطلو. والالياف اللي كاينه في هذا المنتوج او اي ولا في القمح الكامل الالياف هي 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 السر الصحي اللي ممكن الانسان به ان شاء الله يكتب عنده وقايه من الامراض العصر اللي كل الناس خايف منها اكيد. طريبيا نعاود نقول لك سي رضا، منذ قليل تكلمت لي على يعني المورد البشري عندك لا ريسورس هيومان، يعني من انتج هذا الكسكس؟ يعني هل يعني فوزافي امبورتي فوتر ريسورس هيومان ولا جزائريين ولا من هم هؤلاء الناس؟ نجمو نقولوا باللي جزائريين امبورتي. يعني في الحقيقه قلت لك انا نأمن حاجة هي الموارد البشرية هي اللي تخلق القيمة المضافة في كل شيء. نعم. يعني والبلدان يعني المتطورة عرفت ذلك، فلذلك دائما كان تكوين ولا فورماسيون استثمار في الإنسان. استثمار في الإنسان. أحسن استثمار نقولها دائما الناس استثمر في الماشينات سهل لكل في متناول الجميع، لكن استثمار في الموارد البشرية هذا هو الصح، لان مصنع بدون مواد بشريه كفء ما ينجمش يروح بعيد. فبالتالي كان يعني لو شوا تاعنا اننا نخير المواد البشريه. فلما اتيت لاقامه هذا المصنع على بالك في الميدان في الدومين سقسيت قال لك كان كاين واحد درس في الجزائر انجينيور، لكن لما راح انستاج في امريكا خداوه اجانب وداوه يخدم عندهم،
كيما نقولوا بلو فيلونغوي، لقيت العنوان تاعو، رحت البلد هذاك ورحت عنده. كان عنده 11 سنه ما دخلش الجزائر، اشتغل تما. قلت له حالك مليح؟ قال لي لاباس. قال لي بصح متوحش البلاد كوم توت الجيريا. فقلت له واش عندك هنا نعطيه لك في الجزائر، اي ادخل معايا. قال لي خلاص نجي. وصراحة جا راح معايا منذ 2000، اظن عنده واحد 14 سنه 12 سنه هو معنا. وهذه الكفاءه هي اللي اليوم انا راهي الشركه تتكلى عليها، كسوسوا في لا فورماسيون، بيسك كل اللي خديناهم عندنا ايزويتي فورمي. دونك عندنا نون سيلمون يقوم بلا فورماسيون ويزيد يقوم بهذا لا ريشيرش، هذا في ميدان يعني الصناعه هذه. وفي الجزء الاخر اللي هو المطحنه عندنا كذلك كفاءه، نجم نقول عالميه، هي كفاءه جزائريه لكن دانيفو عالمي، باسكو لما رحنا للخارج معاه يعني الاجانب اللي ريكوني سيت كومبيتونس. فهذا هذا الزوج اللي واحد يعطيه الماده الاوليه كفء، وهو الماده الاوليه يصنع بها كسكس. غراس ا سا نو سوم اريفي ا فير سو برودوي. دونك هذا الشيء نظن لازم الناس يعرفوا باللي لما نعطيو يعني لا شونس للكفاءات الجزائريه ونعطوها لي مويا تنجم تخرج. معناها السيريضا انت هذا ماشي حكايه ولا نسوي ولا امنيه ولا نيه هكذا، انت سمعت بواحد في امريكا قلعت جبتو جا جبتو مثل هذا الشخص هذا في تقديرك انت السيريضا موجودين في بابي دون تو لو مون. شوف انا كنت انا طالب خرجت من الجامعه درت هندسه معماريه، اصحابي في الجامعه بلاك 50% راحوا الخارج، راهم ما بين كندا امريكا فرنسا، هذو يعني ما جينيراسيون صحابي راحوا كملوا الدراسات وقعدوا تما. وهذو كونطون لور دون لي مويان يدخل البلاد. ندون باسكو شوف يفو لو دير اون با دو بي دو روشونج، وحنا عندنا حاجه الجزائريين عندنا اون انجينيتي اللي بالك البلاد الاخرين ما عندهاش. انا جي فيزيتي بوكو دو بي. احنا الجزائري لما يروح للخارج سيتين كيما نقولوا ان تروك دو تمبورير يعني، ولا يعني سيت اون ايسيو دو كيما نقولوا دو موني دي شونج بك، باسكو ما لقاش واش عنده هنا. لكن ما فيهاش شك ان عندنا اون فيبر دالجيريان اللي راهي عندنا، واللي بالك كاين بزاف بلدان ما عندهمش هاد لا فيبر، مانيش عارف منين جات لكن راهي فينا الحمد لله. انا نشوفها الناس كامل كي نروحوا نسافروا وبو دون سومان نحبوا نرجعوا للبلاد. اي طون ميو بور نو، الله يدومها. وي ان استاذ رضا اسمح لي برك، يعني وين معول تمشي في العجائن هذه اللي قايمه على القمح الصلب والكامل؟ هل راح تخليها غير في الكسكس ولا تمشي مثلا غير امور اخرى لبسكويتري؟ ان شاء الله دوك نروحوا للعجائن غذائيا، نبداو بالعجائن لان سي تان كومبليمون بعد الكسكس، نروحوا للعجائن خاصه ان العجائن تستهلك طول العام، وخاصه كاين الاطفال يستهلكوها الكبار يستهلكوها، يعني سي تان برودوي ثاني مليح. دونك اون فير لا بات دو بلي كومبلي، ثم راح نروحوا فير ان شاء الله الفارينه والسميد للقمح الكامل، حتى نسمح للميناجير يعني المستهلكات تنجم البريبار يعني الاطباق تاعها، يعني الخبز تاعها ولا الكاتو تاعها ولا حوايج بالقمح الكامل. ولما لا بعد ذلك ننجموا حتى نصنعوا يعني دي بيسكوي دو بلي كومبلي، يعني حاجه نظن ما دامنا احنا رانا هنا لازم نروحوا الامام. وهذه مشاريع اللي ان شاء الله تكون في القريب على المدى القصير او الطويل يعني ان شاء الله. استاذ كريم، يعني هل ما تشوفش بانه الجزائري اليوم في حاجه الى اعاده صياغه عقليه الجزائري، يعني العقليه الجزائريه نعاودوا يعني ريفورمولي العقل الجزائري بما في ذلك في مجال التغذية؟ يعني هي بوكو بلوس تقول صحيح الأخطاء الغذائية، صحيح الأخطاء الغذائية علما كما قال مدام كاين هناك يعني ممكن نلقاو في الأسواق إن شاء الله في المستقبل اللي مالا يعني مقارون بالقمح الكامل، السباجيتي بالقمح الكامل. هذه يخلي نعلم أولا بأن الإنسان يسحق تقريبا يوميا 55% من الطاقة الإجمالية تاعو من السكر الباطن، يعني تجي ماشي تجي كما نقولوا عجائن نشويات كان سواء عدس سواء لوبيا سواء فوكاسي سواء عجين سواء رز.
دونك تخيل الانسان اكبر طاقه يسحق الانسان يجي يعني من 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 السكريات البطيئه. وحنا الزارجينيان حتى لي جون لي جون اللي ما يحبوش لا فيبر، اللي ما يحبوش الخرشف، ما يحبوش السلق، ما يحبوش، يحبوا العجائن. نلقى بعض انجان تاع وناكلوه بالخبز اون بليس، لا يحبوه. تلقى تلقى جان تلقى واحد في عمره 20 طون تحط الخرشف ما ياكلوش، تحط المقارون ما ياكلش الباصا، دا كل حاجه مليحه بين قوسين. علاه؟ يعني على الاقل خدام منابع تاع السكر تاعو، لكن تخيل لو كان ياكل المقارون المخدوم بالقمح الكامل سي اونكور ميو. ما نقولوش نستغناو على الخضروات، مستحيل لا، لكن على الاقل اخف الضررين، اخف الضررين. تسمى الانسان كان لو جان كلا طبق تاع العجائن اللي غني بالالياف، اللي فيه الالياف، على الاقل دار حصانه نوعا ما على الحاجيات اليوميه تاعو تاع الالياف، وبالتالي يكون هناك مشاكل اقل لو كان قالوا بالانسان اللي ما ياكلش كاع الخضروات ويزيد ياكل العجائن اللي نوعا ما ماشي غنيه بالالياف. لهذا كما تكلمتوا على ممكن توسيع المنتوج يكون اكثر في وجود عجائن غنيه بال ولا تخدم بالقمح الصلب، تساعد نوعا ما في يعني في في استدراك بعض الاخطاء الغذائيه اللي عايشين بها، اللي هي الغذاء تاعنا اليومي نوعا ما فقير من الالياف، غني من الدهون، وحتى كان الدهون نوعا ما دهون يعني مهدرجه او دهون يعني حيوانيه. وهذا الغذاء تاع اليومي تقريبا بين قوسين عند الشباب خالي من الخضروات، حتى الفواكه، لانه كان قمنا نوعا ما ب كما نقولوا باحصاء بسونداج في حسين مسعود في السنوات الماضيه مع جمعيه المنتج تاع حسين مسعود. درنا سونداج، كنا لي جون لي ليسيان في الليسي، قلنا لهم شكون يحب ياخذ الكازوز وشكون يحب ياخذ مثلا حبه فاكهه. حطينا ثمن تاع الفاكهه 10 دنانير وحطينا ان كانت 50 دينار، تسمى بالعاني خصنا في الفاكهه. نعم، تقريبا الاغلبيه خير الكازوز. داك المشكل ماهوش في الثمن، المشكله في العقليات. العقليه، لهذا الانسان يحوس يقوم بالصحه الاخضر الغذائيه. وبالتالي اذا كان الانسان من الصغر، عاش كنا نحن الغلطه تاعنا خلينا شويه الموضوع، لكن يبقى دائما الغذاء الصحي متوازن. لا نبقاو فيه. نعم، الام كيتشي لولدها الياورت ناتور، دير له شويه سكر دي فوا. دونك كيف كيف شغل نفس الخطا. نعم. الطفل كيبدا يحل عينيه وليون ذوقوا الخضروات والفواكه، نقولوا يكون بونتي شغلهم عند 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 البيسري، ولا نذوقوا الشوكولا، ولا نذوقوا الكازوز للاسف. وبالتالي نحن من الاول عكرنا وكسرنا المسار الغذائي الصحي ديالو. لهذا انسان الغذاء الصحي المتوازن يبدا من النهار الاول اللي نبداو من غير فال الطفل، يبدا الغذاء الصحي المتوازن. ولو كان الامهات يقدروا يعني يبداو الخطوه هذه، يبداو الخطوه الطفل النهار الاول يبدا ياكل يذوق الخضروات والفواكه على انفصال اكيد، وبعد كي يدخل المرحله تاع اخذ العجائن ياخذ العجائن اللي فيها الغنيه بالالياف. انا ما اظن ان شاء الله في المستقبل، على الاجيال المستقبله ان شاء الله ما نقولوش خاليه من الامراض، ولكن تكون يعني حالات يعني يعني محببه. يعني هناك امراض ولكن ليس بالشكل الرهيب اللي راهي فيه، وحتى تكمل مادام كنا يعني الدول يعني الكبيره هذه تنفق اموال كبيره على الوقايه. نعم، على الوقايه، على الكلام اللي تقول فيه انت. نعم، ليس وملايير. نعم، اموال كبيره، لانه اموال طائله تروح في الوقايه، لانه المريض في المستشفى. نعم، يسقام اضعاف المضاعفه على الكلام اللي تقول. نعم، فيه يعني. أكيد، احنا قادرين بكلمه بسيطه هكذا نجنبوا مرض، نجنبوا اشكاليه، نجنبوا. نعم، نعم. لهذا صحيح الاخطاء ما راهوش صعب، ما راهوش يعني سهل وما راهوش صعب، ولكنه ممكن. فقط الانسان كما قلت يكتف من برامج صحيه من التوعيه في المدارس، وحتى ناخذوا الحق حتى الابتدائي وحتى روضات الاطفال. لان يعني المسار او الدفعه الاولى او الانطلاقه الاولى اذا كانت صحيحه ان شاء الله في المستقبل يكون كل صحيح. اذا كانت الدفعه الاولى تكون خاطئه كلش يكون خطا. ويعني وخاصه كانت واحد النقطه ماشي وقتها من دخلوها، هي اللمجات يعني الاطفال، اللمجات من الاطفال. اللمجه طفل كي يخرج من الماكيد كيروح للمدرسه تاعو، ولا يدي معاه شوكولا، ولا يدي معاه بتي بان، ولا يدي معاه كرواسون. وهذه المواد غنيه بالدهون وقليه من المنافع، وتشد الجوع من فيها الدهون. والطفل كي يلحق 12 ما ياكلش سواء ياكل بيتزا ولا انسيج، ما ياكلش. وهذه المواد الغذائيه كلها فيها كميه كبيره من الطاقه، فيها كميه قليله من الفائده، اي كما نقولوا بالفرنسي دي كالوري فيت، تشبع مما تنفعش. لهذا يعني تخيل لو كان انسان يحزم ولا يعتمد على البرامج الصحيه باش يصحوا الاخطاء. وبالتالي الهدف هو هدف نبيل، اللي هو اللي يقيم امراض العصر، اللي دائما اكد منها هي السمنه ومئه من السمنه. استاذ رضا، نتكلموا على مثلا كسكس ماما ولا العجائن اللي راك تصنعها انت هنا في الجزائر،
يعني لو مارشي تاعها هنا في الجزائر، هل تشوف بانه اليوم الجزائري ولا يعتز انه يشري منتوج جزائري؟ مثلا قبل سنة يعني الدولة الجزائرية اطلقت حملة لنستهلك جزائري، ولكن ما نعرف انت يعني انت فوزات بروديكتور ان اندستريال، كيفاش تقيم مثلا تعاطي الجزائري مع المنتوج الجزائري؟ شوف اذا كان نرجع يعني نرجع لواش كنت تقول قبيلات، سي نرجعوا لا فيب باتريوتيك الجزائريان، لا شك فيها الجزائري سيت ان الجزائريان باتريوت، يحب بلادو يحب لكن لازم نراعي الدوزيام فولي. لما تاتيه بمنتوج جوده عاليه اكيد الجزائري راح ياخذ منتوج جزائري، ما فيش شك. احنا عندنا المستهلك الجزائري في العوام اللي فاتوا كان ما كانش انتاج كبير يعني في 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 فيما يخص يعني سورتو لاغرو اليمونتير، نافي با لومبارا دو شوا يعني، دونك كانت المواد كلها تجي من الخارج. فكان كي كان يقارن يعني العجائن تاع لي زاني 70 مع العجائن تاع لامبورطاسيون، كان يشوف تاع لامبورطاسيون احسن. لكن اليوم منذ 20 سنه 15 20 سنه كاين صناعات جديده بماكينات جديده بتكنولوجيا جديده لليوم. المنتوجات كناخذ على سبيل المثال العجائن الغذائيه ما بقاش في 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 لي زيتالاج، ما بقاتش العجائن المستورده حاجه اللي تلقاها ما تمثلش 1%. كلنا جزائريين نستهلك عجائن مصنوعه في الجزائر الا بلك 1%. بون سي نورمال كو المارشي ماشي يكون فيه 100% برودوي الجزائريين، ولكن حاجه قليله. دونك كونسومي الجزائريين لي الجزائريين يفو لور دوني دو بون برودوي اي الكونسومو امون افي الجزائري، يعني الجزائري يستهلك جزائري. اليوم الخبز تاعك منك تشريه؟ جزائري، ياخذ جزائري، مصنوع جزائري، العجين تاعك جزائري. دوك اليوم باش ما لازمش يكون شعار فقط انه تعطيه منتوج ماشي مليح وتقول له استهلكوا، لا منتوج مليح والترويج يكون مليح اننا كونسومو الجزائري. ونظن اجوردي لو كان نشوفوا تقريبا في المواد الغذائيه راهي بزاف مواد. ناخذ على سبيل المثال الياورت، شوفوا الياورت راهو جزائري، معناها كاين اكتفاء، راهو ماناش نستهلكوا ياورت ولا مصنع من الخارج ولو فيه علامات اجنبيه، لكن كانت علامات جزائريه قبلها. نعم، حتى ان العلامه الجزائريه الاجنبيه جات اشترت العلامه الجزائريه لانها كانت ناجحه. فاليوم في الدومين اغرو اليمونتير نظن يعني على سبيل كل يعني لي زاندستريال اللي رانا نعرفوهم راهم اليوم فهموا باللي باش المنتوج تاعهم يستهلكوا الجزائري لازم يكون جوده ومقاييس عالميه. وهذا اللي راهو صاري، وهذا هو تو لي زاندستريال فهموا باللي ما يندمش دوكا يمد الجزائري نيمبورت كوا، خاطر في وقت فات كانت لابينوري ما كانش، كان يقول لك كل مصنوع مبيوع. اليوم لا، المصنوع المليح هو اللي ينباع. لكن انت راك تتكلم الان سي رضا على الشيء اللي انتم راكم استادير لي ديفي اللي حطيتوهم، يعني التحديات اللي درتوهم، لي زوبجيكتيف، الاهداف، استادير المعايير اللي راكم تتعاملوا بهم، هذه راهي بالنسبه يعني للمجتمع الجزائري وبالنسبه كذلك للدوله الجزائريه اللي راهي يوميا تقول للجزائري يا سي محمد خدم بلادك، خدم ارضك، بني مصنع في بلادك، خدم بلادك. لكن هل كاين ريتور دو لاسونسور، استادير اليوم هل الابواب مفتوحه للمصنع الجزائري؟ هل مازالت كاينه عراقيل، ما كاش عراقيل، قضيه لو فونسي، قضيه لي بونك، هل يمشيوا معاكم كما ينبغي؟ هل كاين قضيه ثقه في التعامل؟ هل مازال كاين هذاك التخوف او تسمى يعني الشك والريبه، ولا الامور مفتوحه اليوم ولا باسكم يعني خدامين الحمد لله لا باس؟ شوف باش تقول ما كاش مشاكل سي امبوسيبل، ولكن المشاكل مش حتحبسك باش تكون بناء، يعني ان باتيسور. نعم، الجزائر ا بيزوان دالجيريان باتيسور، يعني جزائريين بنائين. فهاد لافيب تاع البناء راهي معطيه الفئه اللي هي عندها ينام تاع بناء. انا نظن هاد الناس بنات حتى ولو كانت العراقيل، معناه اللي يحب يخدم في الجزائر يقدر يخدم. لا يعني البناء راه يبني، يعني لام دو باتيسور اللي عنده لام دو باتيسور راه بنا حتى ولو كانت عراقيل. على سبيل المثال
لان الشركات راهي هنا عندها 20 سنه. نعم. اذا كان اليوم تجي وتزيد تسهل لها الامور هذا احسن شيء. طيب وش هو الامور اللي انت تشوف مثلا اليوم اليوم, اليوم لما نشوفوا ان لو بروبليم اللي كنا نتكلموا عليه كثيرا هو العقار الصناعي. انت دوك كي دير مصنع العقار الصناعي في البلدان تقريبا البلدان كلها العقار الصناعي موجود ويعني بدون ثمن. لماذا؟ لان الصح ماهوش في العقار. لما تدير صناعه لما تدير دير دير, دير ترقيه عقاريه نعم بروموسيون ايموبيليير الصح هو العقار, العقار. هذاك معليش كيشريه باسكو راح يبيع عقار, لكن اللي راح يصنع راح لازم هو الصح في الصح فاش في المصنع لانه يجيب لي ماشين ويجيب ويخدم يد عامله وهذا المصنع راح بالك يصنع لمده 100 سنه فمده 100 سنه وهي جبايه تا 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 يعني الكوليكتيفيتي ياخذوا جبايه منه. نعم. فالعقار هذاك واش يولي عنده ثمن؟ يولي ما نيجليجابل. دونك لو بلوز امبورتون سي المصنع سي لوزين سي لانفستيسمون. اليوم كي نحكموا على مثال لا ريجون انا فيها نعرفها منيح لاني نشتغل فيها منذ اكثر من 20 سنه ما كانش اون زون اندستريال تعملت منذ 20 سنه. ف احنا المصنع تاعنا شرينا التراب من عند خاص وزدنا شرينا الاكستنسيون من عند خواص فهذا يعطل شويه يعطل. احنا بالك كان عندنا هذه الامكانيه اننا شرينا من عند خواص كان شويه تراب رخيص ومن بعد شركه يعني بدات تشتغل جينا نشو حتى غالي من جينا نشريو باسكو جنبنا. لكن واحد الحبيب بدا جديد جي صعيبه انه يلقى عقار. بون الحمد لله رام يديروا في زون اندستريال في 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 الولايه في الولايه هذيك ان شاء الله راح تكون تتجسد عمليا عن قريب لان هناك تقريبا 1000 ملف راهو محطوط للاستثمار. على سبيل المثال لو سيمي ستان كلوب اندستريال اللي رانا البوليده انا نائب رئيس فيه عندنا دي دوموند الناس حابه تستثمر لكن ما لقوش عقار والحمد لله راهم وعدونا باللي راح يديروا عقار. انظر 20 سنه ما كانش عقار. راح نقولوا علاش لا اليوم نقول الحمد لله اللي كاين عقار كما يقولوا ميو فو طاغ كو جامي كو جامي. نعم. دونك اوجوردي سافا بيرميتر للمتعاملين كو سوسوا المتعاملين الموجودين ولا جدد اللي حبوا يستثمروا اللي عندهم افكار وحبوا يستثمروا انهم يصيبوا عقار يديروا يجسدوا فوقه المشاريع تاعها اللي راح تجيب فائده وخاصة هنا في يونيتود سافا ابسوربي تقريبا 100,000 يد عاملة غير في الولاية. هذا شيء عظيم. نعم. فا اوجوردي يفو ريغلي سو بروبليم دو فونسي اللي راهو جو بونس الدولار راهي ريغلاتو يعني لكن على الاقل في التدسي تاعو شوية بيروقراطية اللي ان شاء الله يعني راح تحسن. ف الور كي اون با لطون سي رضا لانه لو بترول راه مازال لو بري تاعو ندون شوف انا ندون يعني قلتها لك ميفو تاكو جامي اذا كاين وعي اليوم باش نسهلوا الاستثمار هذا الشيء يرجع بالفائده للبلاد كامله. اون نو دوموند كو سا احنا ما نطلبوا غير هذا الشيء. طيب كاين امر اخر اليوم مثلا الصناعات الغذائيه في الجزائر كاين يعني الله يبارك يعني اليوم مانيش نصيب انا لي بيدور هذيك ولا قليل تاع لامبورطاسيون مانيش نصيب كي نروح نشري العلامه الجزائريه جوده عاليه وسعر اقل سي نورمال دونك جو كونسوم الجيريان طون ميو بور نو. ولكن كاين واحد انوتر ديفي مانيش عارف نتوما لا راكم تفكروا فيه ولا لا اللي هو ليكسبورطاسيون. اسك نتوما اليوم راكم تفكروا في ليكسبورطاسيون قادرين تيكسبورتيو لو برودوي هذايا هل قادرين تبيعوه في اوروبا غدوا من غدوا الجزائر غدوا يقول لك سي محمد راك في الاو ام سي شوف دبر راسك. شوف يا اخي نجاوبك على هذا السؤال بشطري نتكلموا دابور على تصدير لاوروبا. اليوم التصدير لاوروبا اوروبا هو سوق مور ناضج سي تا مارشي مور dans un marché mûr يعني اللي راهم يعني لي زوبيراتور تاع المارشي هذاك راهم غالقين ساتوري يعني راهم متمكنين منه. دوك انت تروح لاوروبا تروح تنافس تلقى شكون تلقى باريرا العلامه نمبر واحد في العالم وخلقه في اوروبا تصيب علامات اللي عندها السوق
وهما عندهم دي راجل باش يحافظوا على السوق تاعهم يعني ما نغلطوش نفوسنا. لا بروف حنايا في لي زاكور ما بين اوروبا عطينا 2000 طن سنويه اكزونيري من الدرو دوال. نعم تفوت 2000 طن تولي عندك اون تاكس اللي تولي ماكش كومبيتيتيف يعني السوق تاعك 2000 طن. ما هي 2000 طن لكل مصدرين من الجزائر؟ ما هي 2000 طن جوستمون سي رضا تكلم على هاد الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي. الان الدوله الجزائريه تقول الاتحاد الاوروبي سي محمد لازم ريفوار هذا باسكو واحد الوقت فرصتنا اليد خضعنا لواحد الشروط اليوم لكن شوف نعطيك غير سبيل المثال تاعنا انت مع اعاده النظر في هذا. شوف انا نظن كاين حاجه احسن خليني نكمل الفكره تاعي. تشوف اليوم مهما تكون الصراع باش تروح تصارع في سوق مغلوق صعب. احنا نصدر لاوروبا نصدر لفرنسا نصدر لاسبانيا بصح نقول لك علاش نصدروا لهم نصدروا لكن مش كميات كثيره. علاش؟ خاطر كي تلحق على عارفين بالنايل نلحقوا 2000 طن ما نجموش نروحوا اكثر. نعم خاطر من بعد دايرين لنا تاكس عاليه نقولوا ما نجموش نكونوا ومن غير لا تاكس هذه كاين دي بلوكا كاين لي رواج في المارشي واحد اخرين اللي ما تنجمش تقرب لهم. فهمت؟ عندنا اصدقائنا في بلدان يعني اخرى اللي صدروا لتما وعارفين ليميت تاعهم ما ينجمش فوق 5% من السوق. يعني اذا السوق فيه 100 المنتوج اللي يستورد ما يفوتش 5% سي لا رياليتي اوجوردي. دونك حنا نصدروا هذه البلدان لاعطاء كما نقولوا نعطيو الثقه في زبائن اخرين اننا نحن نصدر منتوجنا يصدر لاوروبا يدخل لاوروبا يعني عنده مقاييس اوروبيه دوليه. لكن السوق الثاني واللي هو سوق اللي حنا يكون لنا قريب ومنفع هو السوق اللي فارغ واللي يطلب راهو اليوم مستورد لهذه المنتوجات هو السوق الافريقي. نعم ولا بوزيسيون جيو استراتيجيك تاع الجزائر هي انها بوابه افريقيا وعندنا طريق معبد حتى اواخر حتى العين اميناس يعني بعد تامناست لا ترونسايد هذا عمل جبار اللي قامت به الدوله يفولو كونت لكن الي با اكسبلواتي. علاش؟ فولو متر اون فالور لا كاين تاريخ كاين تاريخ لكن ما عندناش الحق ان نستورد من تم. ها هو المشكل منذ عوام لاسباب امنيه ما عندناش الحق نفوتوا على البوست دو فرونتير. فالان انا نروح على البحر. نعم فعلى البحر التكلفه أكثر والوقت اكثر شهر ونص. فالاسواق اللي كانت عندنا في افريقيا حنايا شركتنا كانت عندها لوغيا يعني جائزه تصدير ل 2013 عندنا جائزه لتصدير 2013 صدرنا تقريبا 6000 طن. الله يبارك شي. لكن منذ ان ما عندناش يعني عندنا ما نجوش نعبروا على الطريق فالتصدير تاعنا ولا يعني اصعب والكميات اقل. فلازم الجزائر تستفاد من موقعها وان السوق تاعنا هو السوق الافريقي. لماذا؟ لان ما كاش مصانع التم ما كاش مصانع كثيره. فاحنا قادرين يعني نوفروا المنتوج لهذه البلدان الافريقيه وحنا علامتنا مسجله في 17 دوله افريقيه في راسيديا يعني وجدنا روحنا لهذاك باسكو بدينا نصدروا. لكن على اسف ان لما غلق الطريق منذ ظروف سنوات الامنيه اللي خلات ان شاء الله هذه الامور تتفتح. اليوم فتحوها الطرق منذ عامين الناس عندها الحق دير طرق. نعم لكن للتصدير يعني لكن لمرحله مؤقته لا يعني مرتين في الشهر مرتين في الشهر مرتين في الشهر ان شاء الله يدمجونا حنايا كمصدرين ماشي انا كاين بزاف مصدرين في الميادين كثيره ماشي غير في الكسكس ولا اللي ينجموا ان شاء الله يصدروا على الطريق لان اليوم عندنا منفعه كبيره في السوق الافريقي لان السوق الافريقي معروف انه هو اللي حيتطور في الاعوام القادمه سي لا ريجون دو موند دو غلوب كي فا افوار ان طو دو كرواسونس عالي ان شاء الله. استاذ كريم السوس نزيدو نعاودو نوليو شويه للمسائل الغذائيه يعني هل تشوف يعني اليوم استادير كونت اون كونسوم الجيريان اي كونت اون كونسوم با الجيريان هل من حيث الامان الغذائي لا سيكوريتي اليمونتير هو نفس الشيء علما انه احنا هنا في الجيري تقدر تقول براتيكمون كونسوم بيو يعني وفي ليترونجي سما لوجيام سي
هو المعلم تاع نعم. كل الصناعات الغذائيه في الواقع الاخر هي كلامك يعني فيه من الصواب يعني انا ما عنديش يعني ديريه تامه شو يدخل وشو يخرج من الغذائيه مانيش مؤهل من هذا المكان ولكن بصفه عامه نقول انا ارى بان الغذاء الجزائري يكون في الصادره اكيد هو اهم ممكن اهم اختيار لنا يعني كاين نعطيو مثال فقط ما دوك التوعيه الغذائيه في بلادنا الحمد لله توسعت الدليل كنروح الاسواق مهما كانت الاسواق ولا البائع واللي يفتخر يقول مثلا يقول مش بتاع الجزائر مش يبيع يقول بطاطا تاع الجزائر يقول مثلا يقول منتوج جزائري يذكرها كان هناك بعض الامان الغذاء تاعنا غذاء البلاد تاع الجزائري لهذا كما قلت التقنيه يعني الحديثه الغير صحيه بلادنا ماشي متفوره بزاف لان الفلاح مازالو يعني يغرس ما نقولوش الطريقه التقليديه اكيد ولكن نوعا ما لو كان قانوه بال 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 بالعمل يعني بالتهجين الغذاء ويعني التطبيق يعني الطريقه يعني الغير يعني نقولوش غير صحيه ولكن غير طبيعيه غير طبيعي نعم غير طبيعيه ماهيش بزاف تفرى بلادنا وهذا يخلي الغذاء الجزائري نوعا ما يعني اقرب لصحه الجسم اكثر من غذاء اخر لهذا ممكن يعني كجزائري يعني افتخر بكل غذاء جزائري وحتى انا كشخص مع الشخص يعني شخصيا انايا نسي ندخل البيت كل ما هو غذاء جزائري اكثر من غذاء يعني غير جزائري ليس فقط باب الامل ولكن حتى باب راحه البال لهذا انسان ممكن اقول غير جزائري هو اكثر يعني تقليما كما يقولوا الفرز الجزائري اكثر من غذاء الغير الجزائري رغم ان بقوسين مانيش مؤهل مش طبعاً نجاوب ولكن انت سي كريم يعني انت مختص في التغذيه نعم. يعني احنا لو برودوي الجيريان باين يعني زيت الزيتونه والحوت من البحر يعني انا كل حال انا البرودوي ولكن اللي يجي من ليترونجي ما نعرفوش لا سورس تاعو ما نعرفوش سي تان او جي ام سي با زان او جي ام نعطيك مثال حنا مازال نوعا ما كي تروح تشري شلاضه في الاسواق تاعنا نوعا ما شلاضه ولا اي منتوج اخر خضره من الخضروات يعني تلقى فيه يعني تلقى فيه الدود بين قوسين واش تلقى؟ فيه الدود وهذا دليل بانه ماهوش متريتي بمواد كيميائيه هذا الشيء الانسان يفتخر كي يلقى شلاضه فيها الدود يعني معناتها هذا المنتوج راهو نوعا ما ما فيهش مواد سامه اش كان فيه مواد سامه ما تقعد فيه تقول مواد سامه نعم. معناه المشاهد الكريم هو يعرف يقول لك اغسلها يقول لك كذا يقول نعم لك نعم. وش هي الاخطار اللي قد تترتب على هذه المواد كل مواد كيميائيه بدون ذكر الانواع تاع المواد الكيميائيه كل مواد الكيميائيه المضافه في الماده الغذائيه يعني مواد مسرطنه هذا متفق عليها على كل خبراء التغذيه لهذا الانسان كل ما اخذ ماده تكون نوعا ما فقيره او خاليه من المواد الكيميائيه تكون اكثر صحه رغم ان الغذاء حاليا بين قوسين تقريبا صعب يعني صعب باش يكون هذاك اكتفاء ذاتي ولا اكتفاء يعني لكل الدول ما غاديش يكون اكتفاء ذاتي بدون يعني يعني الدخل طرق حديثه لكن ليس فقط على حسب صحه الفرد ولكن يبقى المنتوج الجزائري كما قلت يا زيتون من البحر وزيتون من الشجره ولا الحوت من البحر يعني هذا يدل بان كي نخرجوا من الحصه نعاود لك الزيت من الزيتونه والحوت من البحر نعم هذا ما نعرفش لك اللي حاول كذا معليش هذه خلي المنتج نسلفها لك تصرف بها شويه هذه هذا يدل بان المنتج تاعنا يبقى يعني احسن منتوج يعني بكل افتخار يعني بكل افتخار في هذا المنبر يعني اصبح الجزائري يفتخر بالمنتج تاعو طيب هل ما تشوفش باللي حنا كوسائل اعلام تكلم على نفسنا احنا نعم. سي كريم تقريبا مثلا كنا نشوفوا تلفزيون الجزائري كان يمارس واحد ما يسمى بالخدمه العموميه يعني يقدم واحد النصائح هكذا مثلا في الفاكسا هكذا كنا يقدم واحد النصائح نعم. طبيه نصائح غذائيه هل تشوف باللي اليوم وسائل الاعلام الجزائريه ككل نعم. تقدم هذه الخدمه العموميه اونتروتر مثلا تقول مقبل كنت تكلم على قضيه اللونجا يعني نعم. اللونجا اللي احنا نعطيوها لولادنا الصغار هكذايا الوغ كو هي تكليخه يعني هو نعم. هو سي دي كالوري فيد نعم. ولا يعني مونسونجير ولا برونتوز ولا الحمد لله يعني هل وسائل الاعلام تقدم هذه الخدمه هذه ولا لازم تزيد تقدم لا تزيد اكيد لازم تزيد بصح كاينه كاين لو مينيموم كاين لو مينيموم تقريبا كل جرائد تتكلم عن التغذيه لا ماشي غير التغذيه لا لا على التغذيه الصحيه بس التغذيه الصحيه كل يعني الاذاعات تتكلم عن التغذيه يعني التلفزيون تتكلم عن التغذيه يعني هذه ما نقدرش نخبوا شو بالغربال ولكن يبقى تقبل المواطن بهذه النصائح والعمل بها هنا كما نقولوا موضوع اخر غاديك نعم فقط نعم. مثال بسيط كنت نتكلموا على التغذيه نتكلموا على الدور تاع التغذيه الصحيه عند السكري في حصه من الحصص يجوك 100 فرد
ولكن على بعد شهرين ثلاث شهور لو كان ديال استجواب مع هذا المئة الانسان ممكن 10 منهم تبعوا نصائح. يعني الاشكاليه هي في يعني الاضافه ولا يعني الانسان يزيد من اعطاء التوعيه الصحيه والغذائيه باستمرار باستمرار باش نعموا الفائده على اكثر يعني اكثر الناس ممكنه في الاعاده افاده. نعم طبعا سريضة انت يعني في الصناعه تاعك انت مربوط بالفلاح. نعم شي علاقتك بالفلاحه في الجزائر بالناس اللي تزرع؟ احنا عندنا علاقه لان نتعامل مع الفلاحين فيما يخص يعني لي ريزو تاع تطوير يعني تطوير انتاج القمح. يعني نعطوهم يعني دعم يعني من طرف لي تكنيسيان لي انجينيور باش يعاونوهم باش يتبعوا لوتينار تكنيك يعني باش لي زراعه القمح. فانا حبيت نقول حاجه لما تكلم قبيلات كريم السوس في نفس السياق ان الجزائر اليوم كي نروحوا نشوفوا الطاوله تاع الجزائري نروحوا كي نروحوا عند الخضار انا نظن الجزائري الخضره كامله وياكلها جزائريه. القرعه كش ما كاين قرعه طوماطيش القرعه الفلفل البصل البطاطا. نظن الفلاح راهو العوام هذو راهو دار يعني يعني ان بون افون باش يعني يوفر هذه المنتوجات. يعني حتى ولو كاين بعض الفواكه بين قوسين المستورده لكن انا نظن 90% من المائده يعني مائده الجزائريه راهي منتوجات من الارض الجزائريه. طبعا اي فو روندر اوماج للفلاحين طبعا اللي راهم يشتغلوا راهم اليوم الحمد لله رانا نشوفوا منتوجات اللي ما كناش نشوفوها. اليوم عندنا طماطم دركا عندك انواع كثيره تاع الطماطم. احنا بكري كانت عندنا طوماط سوريز اليوم هي كاينه طوماط سوريز ها دوك سيرتو حتى الاطفال يحبوها باسكو في الطوماطي الصغيره. نظن راهي الانتاج كما يخص لو ماريشي الخضر والفواكه في الجزائر راهو متوفر. يعني ما هو المنتوج اللي راهو اللي صراحه رانا نستوردوه اللي هو دوك نقول لك في القمح كاين زوج انواع من القمح. هناك القمح الصلب اللي هو نخدموا به الكسكس والعجائن والخبز تاع الدار. احنا كجزائريين نستعملوا كثير القمح الصلب. اليوم القمح الصلب الجزائر عندها اكتفاء ذاتي تقريبا حسب العوام حتى 60%. نعم صح. بعد هذا الاكتفاء ذاتي تاع 100% ما حاجه اكذوبه كبيره صح. يعني ما في القمح الصلب عندك القمح اللين اللي يخدموا به لاباغيت. نعم الفرينه البيضاء الفرينه نعم هذاك نستوردوه تقريبا ل 95%. لكن هذا ماهوش مشكل. لماذا ماهوش مشكل؟ لان انتاج القمح اللين في العالم يمثل تقريبا سنويا 670 مليون طن انتاج عالمي فمتوفر في العالم. لان كاين بلدان تنتجوا حتى ال 100 قنطار في الهكتار. الجزائر ما على حسب مناخها وارضها ما هوش بلد لانتاج القمح اللين. نعم والقمح الصلب الانتاج العالمي انظر من 670 مليون الانتاج القمح الصلب 34 مليون طن. يعني انتاج جد قليل يوجد في بعض البلدان واغلبها اللي يستهلكوها هي المغرب العربي وايطاليا. هما اكبر تقريبا مستهلكين القمح الصلب. نعم لي بات كسكس. فالان ينجم نكونوا روحوا فير نوتو سوفيزونس في البلي دور القمح الصلب. انا في 60 نجمو نحقو بلا 80 90 100 ولما لا حتى يكون عندنا فائض حتى نجمو نصدروا نوعيه ونستوردوا نوعيه اخرى. نعم انت دونك كل قمح كل بلاد عنده لا سبيسيتي تاعها. دونك اليوم كي نشوف يعني ابار القمح الصلب اللي القمح اللين اللي نستوردو 95% ما كاش يعني خطر على المنتوجات الارض. لان الجزائر انا نشوف كي ندخل عند الخضار تقريبا الخضره كلها جزائريه موجوده جزائريه وهذيك هي هذيك هي المائده تاعنا مقدومه بالخضر. واذا كان قبيلات قلت هذاك الكويتي شاف بلي ما عندناش سمان بزاف خاطر مهما يكون الجزائري يستهلك خضر. نعم
اليوم لي جون راه شويه قل بصح ماشي كوتيديانمون كل يوم اي سي بور صح حنا رحنا نجيبوا الالياف في لي بات باسكو شفنا باللي الجزائريين ياكلوا دي فوا العجائن فاذا السمك لاش الخضره ياكل لي بات على لكن حنا نستهلكوا كثير الخضر لهذا ذلك ما عندناش طرو دو غرو باغ كونتر اون كونسوم بوكو دو سكر نظن هذاك ولي غراس اللي مدوا الامراض الاخرى فاليوم نظن يفو تيغي لي شونس بوزيتيف حتى لو كان انا شفت واحد الدراسه حتى لو كان نشوف من 62 وما كان هو لابور كالوريفيك للجزائري وما هو لابور كالوريفيك اون 2015 على بالي باللي تقريبا واحد 10 خطرات لابور كالوريفيك زاد دونك يعني اليوم كاين حوايج يعني بوزيتيف اللي نداروا اليوم نظن لازم نروحوا فيغ لاميليوراسيون سورتو في لي سومونس حنا العيب اللي عندنا ماهوش في الخضره راهو في لا سومونس تاعها البذور اللي كانت عندنا بكري مش عارف انا القمح البليوني اليوم المشكل ماهوش في البطاطا البطاطا موجوده البذره تاع البطاطا لازم تكون كافيه نعم دونك اليوم كيما نقولوا راهي كاينه حوايج مازلنا البذور ان شاء الله لازم تكون عندنا شويه نلحقوا شويه اكتفاء في البذور وهذا الشيء نظن هو اللي تحسين نوعيتها ولا سوفي دو لا ديسباريسيون فوالا Donc, je pense que il y a toujours des efforts à faire en plus dans ce sens-là. Then, c'est Reda Hchlaf, le président du directeur général de Sharikat Mama. شكراً جزيلاً على حضورك هذه الحصة. ما نعرف الطعام هذا إذا كان راه يعني في السوق. راه في السوق منذ أواسط رمضان. درناه في السوق. وان شاء الله هذوك المستهلك يلقاه في السوق وينجم يتناولو ويعني وهذا لي هذا تما نسيه يعني لا لازم تسيه باش تقول لي واش رايك اكيد 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 ان شاء الله كما قالت المساعده تاعك ساتيسفيو رومبورسي دونك المخرجه مريم بولعرس فوالا المخرجه قالت لي قبيله نفس الشيء لازم تكون ساتيسفي ورومبورسي ان شاء الله ان شاء الله ساتيسفي احنا ماذا بينا المنتوج الجزائري هو اللي لانه الله غالب تما الى خدمنا نعيشوا في هذه البلاد يعني لو بري دو لامبورطاسيون في الجزائر سي 60 مليار دو دولار يعني 60 مليار دولار باش نعيشوا في الجزائر اذا كان كل شيء نجيبوه من الخارج كنا عندنا 60 مليار دولار نجبدوها من البترول وكذا الان يفو ريفوار لازم العمل انا نظن لازم العمل الانسان يقفط على يديه ويخدم هذا ما كاش حل واحد اخر هذا هو الحل هو العمل وكل واحد على مستوى العمل طبعا هذا هو كما كذلك سي كريم مسوس ثم نشكرك جزيل الشكر ومازال نزيدو نخدموا معاك يعني في اطار تصحيح الذهنيه وتصحيح واعاده صياغه العقل الجزائري نعم. يعني في مجالك في مجال التغذيه نعم. لانه احنا هنا في الجزائر اون دوار فوار بوكو دو شوز وسيمبليفي بوكو دو شوز يعني كاين امور نديروها هكذا خطا نظنوا انها صحيحه alors que سما لو موديل الجيريان اي بلو سور بلو راسورون اكثر ضمان واكثر صحه نشكرك جزيل الشكر على حضورك معنا كما نشكر كذلك يعني الفريق العامل معايا مريم بولعراس وسي عبد الرحمن وكل من ساهم في اخراج هذه الحصه ونشكر المشاهد الكريم الذي استضافنا كذلك الليله في بيته موعدنا الاسبوع المقبل الى ذلك من حين نقول لكم يعطيكم الصحه وبقوا على خير